السؤال الخامس والأخير، قلب السؤال، أوجد الأعداد الطبيعية اللي مرمز لها بالرمز A الأصغر من 50، بحيث يكون العامل المشترك الأكبر للعددين الـ40 والعدد المطلوب هو 10. ممكن يطلع أنه هو مجموعة أعداد، فإذا طالب مني أعداد طبيعية تكون أصغر من 50، بحيث يكون القاسم المشترك الأكبر بين هاي الأعداد وبين الـ40 يساوي 10. فإذا كل عدد بيكون القاسم المشترك الأكبر بينه وبين الـ40 هو 10، راح يكون بيحقق هذا الشيء المطلوب. طبعا فكرة الحل، طالما أنه العدد A اللي هو الأعداد المطلوبة بيقبل قسمي على 10، فراح يكون من مضاعفات لـ10، هي راح يكون إما 10 أو 20 أو 30 أو 40. عم بيقلب السؤال أصغر من 50، فراح يكون العدد المذكور أو المطلوب 10 أو 20 أو 30 أو 40، بده يكون واحد منين أو أكثر من واحد حسب ما يطلع لنا بالحل. الأعداد اللي بتحقق هذا الشرط هي 10 و30. طبعا ليش؟ ال10 إذا حللناه هو 2 ضرب 5. القاسم المشترك بين ال10 وال40 هو 10، يعني ال10 بيحقق الشرط. القاسم المشترك بين ال10 وال40 هو 10. طيب لو شفنا بعدين ال20، ال20 إذا حللناه بيطلع 2 أس 2 ضرب 5. والقاسم المشترك بين ال20 وال40 هو 20 مو 10، لأن ال40 بيحسن قسمه على 20. القاسم المشترك بين ال20 وال40 هو 20، ال20 ما بصير، عم يقل الشرط لازم يكون العامل المشترك بين العدد المطلوب وال40 هو 10، فال20 ما بتصير. طيب اللي بعده 30، اذا نلاقي القاسم المشترك بينه وبين ال40 راح يكون 10، يعني 30 بتحقق الشرط، صار في عندنا ال10 بتصير وال30 بتصير. هذول هن العددين اللي بحققوا الشرط انه يكون القاسم المشترك الاكبر بينه وبين ال40 يساوي 10، هن ال10 وال30. بعيد السؤال، طالب مني الاعداد الطبيعية الاصغر من 50 بحيث يكون القاسم المشترك الاكبر بينه وبين ال40 يساوي 10. فاذا الاعداد المطلوبة رح تكون من مضاعفات العدد 10، يعني 10 20 30 40. ال40 مو لازمنا لانه من مضاعفات الاربعة، ما بصير. طيب بنشوف العشرة، القاسم المشترك الأكبر بين العشرة والأربعين هو 10، فالعشرة بتحقق الشرط. طيب المضاعف اللي بعده العشرين، القاسم المشترك الأكبر بين العشرين والأربعين هو 20، ما بتزبط بلاها. القاسم اللي بعده 30، عفوا العدد اللي بعده 30، القاسم المشترك الأكبر بينه وبين الأربعين هو 10، فالثلاثين كمان بتحقق الشرط. صار في عنا اللي بحققوا هذا الشرط هن ال10 وال30، القاسم المشترك الاكبر بينه وبين ال40 هو 10. هدول العددين اللي مطلوبات في هذا السؤال. هيك بنكون انتهينا من تمارين الوحده الثانيه في الجبر.